خوسي السلام عليكم، كما اللي حضركم عارفين معكم اخوكم عزيز بوزي. سمعوا لك الجريمة، عدنات الجريمة اللي ما مابوني اسمع اخوكم بوزي دخلت ابونا ولا ما تنسى تغيميسة تغمسو غمسو غمسو كوامين تار الزويلة القبيح. لا عندنا شي مشكلة شي ماما تطلقوا راسكم للفراجة اخوكم بوزي هو عجا. بعد قبل ما نبداو الفيديو ديما كنقول لكم لي مريض دعيو معاه الله يجعل ربي يشافيه، واللي في الحبس دعيو معاه الله يجعل ربي يفاجئها ليه وتق الله استراحه يفرح ديك الوالدين ديالو ويفرح ام سيدنا محمد اجمعين. انا عاودكم اخوتي واحد القويصه اللي تاسالت من الحبس تاس تعرفوا بنادم مني كيبغي يبعد على البلا عاد البلا كيبقى يقلب عليه والكوارث الكحله حيد. انا صافي طلع لي داك الشيء في راسي شتا ساليت من الحبس وقلت صافي راه دابا عاد من المشاكل ديال هادي الناس نير ما عارفين. انا ساليت من الحبس ساليت من الدباس ساليت من الضرب ساليت من هادي قعدت فين هاديك البلية ديال عرفتي معاها رزق الشراب مع كاس القهيوة نهضركم بحال الخرافة كاس القهيوة زرع عاقل نهار الجمعة الليلة بنهار الجمعة خلاص كاس القهيوة جا عندي واحد الدريري شي قبل الصلاة خي انا خايب فوزي بي خي لابس الله يسرك شرب شي لعيبة وانا مضمر كي ولا غير الصحة والراحة طلع لي بي خي الله يلعاد حد القهيوة فريق مساعد صوب ساعد القهيوة اضربو شي دويرة قال لي راه الدريبي اللي كيقمرها في البلاصة الفلان الفلانية قلت له غي سير معنا فني بغي يصنع عاد نورك قلت له غي سير راك عارف قال لي غير من البلاصة تنضخ عليها عايز اللي ندبرو تما شي سكرة انا مدمر ومفني قلت زين قلت له زين كاع اللي فيها الشراب زين سرحنا انا وياه اللي عندي غادي كنتعاود نقول ضحك عليا ضحك عليا ما هو كيخدم الصنيعه مزوها كان هو دوز الجنال كنا الدري ولي كاسي كيقمروا فيهم ولا طعيم القبيح فيهم ولا طعيم القناع فيهم الدري ولي مخلطين راكم عارفين كتكون ميسة الخمر كيكون مخورك هذا احمد هذا كاين بعد المره كتلقى جوج الخوت كيقمروا شفت كيف ما كتقول السلام عليكم كتقول بس خاص تقول السلام عليكم ما كاينش اللي يرد عليك لانه ما معاه الكارطا والفلوس في الدراري كافي انا خايب بوزي بيخ بلي دار معايا الحبس الله يسر قال لي سخن دورك اخي عزيز تما دري لي عشيري قلت له سير قال مني مشى سخن دوري دار الدور عيط سخن دخلت للعيطة ولا عاوتاني هو عيط بقى كيتزيد المهم جونغلينا معاهم دينا لهم شي 11000 شي 11000 و 400 و 1600 وفرقنا بقات لنا السعادة بقات تعطي لنا صاحبك 400 تاع الحشومة لا جاياش الدري اللي ضرب معايا ضرب معايا الدراز فين اخي عزيز ما نشربوش قلت له راه دايرين انا وصاحبنا مبرلقو حسن كاع قال لي فين تشربوا قلت لك عارف في الخلا اخي عارف اللي سالت من المشاكل سالت من هذه سالت من هذه قال لي اللي عليا انا نمشي معاكم اخي عزيز قلت له اش راه دير بعدا نمشي نقمقم ونتغداو ونشوف واش عندي اللحوم على القهوه فين كنجلس ديما هادي ما كيدوز نتسنى عارف لي فين كنجلس لا لي لا واخا خاي ونشوف ونشوف انا بلاش كنا داير هاد المصاريف في جيبك سالم جيب قال لي هو اخي عزيز خليها عندك بحال بحال قلت اش غادير نمشيو بعدا نقمقمو وشوفو بيدير الله نشوفو شنو غنديرو مور الغدا واش نمشيو نبلقو واش كدا واش كدا الشيطان اش كيقول لك الشيطان كيكورني بعدا كحال اللي كنسمع كيمخزني كيقول لي جيب الشراب سير تسكر المهم انا عرفت الجماعة خصك طلع عند الوالدة الغالية الله يخليها لنا الله يخلي لكم نتوما والديكم السلام عليكم تخمرت الكوفاش على الوالدة راك ما عارفين ما كيكون مسالي ولينا السعاد ولينا ولاد عائلة قيناش من مصاخيت لا كتدخل كدا هادي هادي واخا كتدخل سكران المهم شوية ديالها جاي جمعنا على الطبيعة سكت لينا اللي كتب الله راك ما عارفين نهار المزوار ديال الناس الفقراء راكم عارفين وانا نهار الجمعة شوية اللعبة شوية الدجاج كيطيب كيتجمعو ونقمقمو الساعة اللي بغا يتيز لشي بلاصة كيتيز بسم الله كلينا اللي كتب الله ناقصنا يدينا يخلف الله
قلت له مسكين الوالد بحال شمتني. الوالد راك يحس باي غير قبضو على شي تسكر هاد النهار. عارف هي راس جباك تكون قرباله كلشي سكران مع صحاب البوليساج كيشربوا الخرازه كيشربوا الكردونيه كيشربوا هذا كيشرب الشفاره كيسكروا القماره كيسكروا كيوقع القنبول كتاع الباص كيوقع الردم. جايكم قلت لها لا الوالده هذا يسمح لنا لا مهم سيرا اخرج على القهوه انا عارفه القهوه ديالك عارفه كيحسها ما تخسرش خاطرك ما تقول لك طراق طراق خرج ايه الدرب ما تمشي للقهوه سواك مع الدريويه نقولها وضحك عليا الطبيعه وصاحبنا رمان جاي هذاك اللي مشينا بالرحمه انا وياه بدينا ديك البركه يا الراجل اللي مشى قلت له صاحبنا راك اسمع نمشي للقهوه نتسنى في القهوه حتى يقول لك شاي حشومة ما غير معايا الحبس انا عطيني كتقدر الراجل قلت له تمشي عندو الحومس وكيعيدك وانت دير معاه انا كنتسنى انا تلقاني في القهوه مور الغدا ومني يجي ما يلقاك شنو يقول هذا فيك صايل الرجال هذا هذا حنا كنحسبوها عاد كنصرفوها انا ماشي عارف بنادم الكواليس منين كيبداو حتى كتكون مسالي مادي صافي سالي زين سالي تم الصالحة سالي تم الطرف سالي تم المزرع عاد كيتسلطو علي انا جاي خلاص انا القهوة كاينة كاسين كلها ضحك عليا بعد الساعة هو جا مصلح دريب المدير السلام عليكم قلت له كاش شرب شي لعيب قال لي انا ولا خايا عاجز طال برشان شرب قال لي ها جيبو الشرب من بلاصة كنت تقول لي جلس في القهوة حنا في القهوة هكا حس واحد باس ومريض يا انا حتى طلعت نطلع على رجلياتنا من عند الله والميزان انا كنتسنى واحد الدبانه شي يرنا لها شي الدبانه راكم عارفين حنا كنقول لها الدبانه هي طويق سي حمراء جات بيبينا من عند الله والبرج مور الطاكسي سوا ولد الحساب ولا الوسطو اللي تردنا خاي ها واحد يبقى معاك على ما تجيب الرومبون حنا غندخلو نتقدم نتقدم قال لك صافي خليك ديك الدريني معاه ودحرهم سي خليتو في الطاكسي نزلت انا داك العشيه لازم انا نجيبها كاس اللي عجبني حنا ثلاثه بين الشراب فين كيكون زيت انا ثلاثه الصداد ديال ليتر ونص قلت له بارك راه ثلاثه كاع قال لي شنو غيكفي واخا يبوز عاد كنقلب على الشراب طلعتي على زوج وحدين اخرين هما ولاو خمسه الله غير مع بالك نقول يسرق شي سكرت كتحاول باش ما يبقاش المشكل باش بزاف د الحوايج ولينا كنتفاداو ما فاش كنت داك الساعه بوالي سراق ضرب كذا هادي نجيبو تهرب على الكراطه ما عندناش مشكل الكراز راه كيفريا قلت له الشاب برا غادي فروحنا قال لي مشينا انا طلع باش نقلب على الكراب وزايده وهادي قلت له زيد برك خلص له دوا ورقه ال 10 مدالي خلص انا ياك خلص لا صرت للصريف قال لي لا خي عز خلي المهم عاوتاني هي هذيك راه باين الحساب انا جاب الرومباق انا مول الطاكسي كيتسناو الدريري قلت له شد هذا حتى تما قال لي بزاف اخاي بوز قلت له صاحبنا هادي ما ندير لك انا غنشربو واللي سكري ما تمشي بحالو مازال عاد ربنا في الطاكسي رمي عاد الله وحدا الجناح شكرت انا خلص مول الطاكسي في الالي والروتور سمح لنا خي الله يرحم الوالدين قال لي ما كاينش مشكل اخويا العزيز عطينا واحد الطويزنا زايده حيت طبق الرجوله هادشي قال لك انا ما عاد خصك تبقى تسنى الطاكسي ولا هادي فيها بزاف الحوايج واش نتو كيفاش صلى صلى الدريري خصنا الكاس قطيعه ودا مع واكلين صافي زريريات لعيبه صرايبي كدا باش كتكون كويس كتضغمر معاه الدريري قال لي يلا انا نصيفط لك هاد الشي من حومتنا حيت من قبيل قريبه الجنا قريبه الدريري براسك يا جا فلان جبت خصيمو ألف ريال قالو جبت لنا لعيبات هادي تونشيات كويس هاد المناضة عندك تنسى ولي سولك عليا قولو مشوش زعما نقصا غير ثلاثة جايك أمي سيق العالم ومجد شنا حطينا الحجيرات لا كم عارفين قصة الخدات حتى الحجيرات لا كويغيت على الشكل ماشي غاتجلس معاك الشليب الجوع ولا والعلام والناس راه كيشوفوا هذاك هو ديال السكر هذاك هو ديال واش مسوكي جاي راس بسنا خوي ما تخوي ما يخوي راك عارف لا فيا ما يخوي ما والو لا خوي راني غنبلط كنبكي وكنحاول بحال كنبكي وكنحاول على عيني حيت انا عارف داك الطريق فين كتوصل داك الطريق كله كتوصل غير المهليكه
غير ضربت ضربت وخاك شي مشكل وخاك شي سني والسب هذا الشيء كامل جايكم هو الهروي حيت اللي بلا عقل هو اللي كيدير داك الشيء وما عليناش انا مصمر انا ما نسقول باش جدر حباس كبرت في الحبس الله يما يقولني هذا هو يكون كما بغى يكون ما يديرليش فم مدفع ويتيري بيا لا المهم نسنا هو فيهم الاضرار بزاف الاخر معاود الصناعه مسكين ما كيتلعبش وضرب بزاف الاخر مريض بالحبس عاوتاني عندي وانا فهمت سنت ساعه ساعه كان نهضر نتبت نهضر نقرا على الاولى الثانيه دينا في الثالثه الدريري لاخ هاد الموسيقى من الهضره مع هادي حالي بلط مع الكنيسه والجوانات تلال تسمو جاي واحد جوج دريوريين السلام عليكم جايبين لهم ويسكيه معاهم عليكم السلام مع الكليسه زاهيه والضحك الطويبيه كاين جلس وحدان ها حنا غنتعرفوا كنا ثلاثه غنوليو خمسه غنوليو سته غنوليو ثمانيه غنوليو 11 كتولي الروينه مع الشعب قول لي بوزا الخبري حباس ومريقل ومسمار ملي جلس وحدان هما الشريبه ديالكم سير بحالاتكم كملوا جهه واحده اخرى باش ما يوقعش تنوغيش الاخرين سكرانين بلغين وهادوك عاد غيبدا ولا قالوا شي هضره ما غتعجبهمش وهكا غيوقع هنا بدا خصو يعرف تخمم شي حاجه اللي هي بعيده حيت انا مسمار وحباس خصني نتجنب باش ما يوقعش في المشكل تعالي نتا الدريوري حط الويسكي حط المايونيز راه بدا واحد جوج ديال دانون تاع جوج كوجاك جري لي حط واحد قاينا طراب طراب حتى سخطاقو داك الدراري اللي قلت لكم راه هاد بالحبس تويسك واعر سالا داك الديسك هو عجبو عرضا وهاداك واحد من هادوك جوج اللي جلسو قال له واش كاين غير داك الديسك فيها كيشوف قلت له الديسك عجبو عرضا عادي وتانتا تسوي تموسك عليه ما بغيتي ولا نالك صاحبي فيها هكا هنا الاخر حسبتو وصرفتو مريض بالحبس ما فيش هضره بزاف ولا كدا انا عارفه علاش قال ما كيتصرفش هو عظم ميكرو يعني الزيت واختراعات انا مسمار كنحاول نتجنب نقينا طراف 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 اش من ديسك بغيتي اخاك قال لي ديسك الفلاني قال له دير بيديك كدا كيتبتها لعبه الرواقله المسامر نحسيت ديك الدريري صاحبي طبنا قرا الرمى داك الدريري نقولو لا قلتلو انا نتقعد اصاحبي عبقى خاشاكم كيتسقيا قلتلو نتقعد اصاحبي نوصلك قال لي داك صاحبي قلتلو انا نوصلك غير الشانطي راك عارف غنسمحو شي فيه صاحبنا وهادي وضحومتنا ما جاي شي قال لي دغيا غيبوزي لا انا فعلا عمي عايز داك اخرين داك السواسطية وداك العياقة عاشورة وانا عرفت انا مريك باس جدر قرد باللي قات ما نتقولش إذا أنا فايت مشيت للكراج على بحال ديك اللعيبات هذوك بحال ديك القوالب وحضرت على شحال من كارثة وتكتفت واخا المضارب ما والو دير 4 شهور دير 6 شهور بعد المرة كتخرج من عند الواكيل شتيت بنادم عند المكنيس من الطريق سيد صاحبي وكيميل عليا سيد صاحبي يعاد الله والحومة جلس واحد الدريجة لا في الحومة صام كاش لها هذا المعيز وعب دريجة وقال تطقية باع باع جاء دريجة شقري عاد لما غسلت له وجهه وقلت له راسه شني قال لي عقلي ورضات الله ورضات الوالدين شوف لك امسي مرضي الوالدين كي يجيك الله سبحانه وتعالى قال لي عقلي بلا ما كتبت لعندهم اخي بطوزن بغيتي تزيد شي قرعة زيدها لراسك ما بغيتي شي دخل بحالك بات شماته صبح راجل هكا تيبنا الوالا قالوا قال لك بات شماته صبح راجل مات بات راجل من وسط الروعه صبح شماته لا غدا كترهب ولا مضروب ولا هادي ولا هادي بزاف ضحك قلت له لا وليت لعندهم كاع حتى القهوه قلت ما نمشيلهاش ما ربما قلت يتم جاي موراي ديك الدريري ولا هادي ولا هادي ولا هادي هادي فتنس كلاس جيت بها فتح ازقال اسمها الدريري عندي عندك الطبيعة هذي هذي شفت معاك دريبين وهاد القرعة هوت بيها لسي ما هوتش من هنا من الجهة ديال حومتنا قلت من لا
ايه بجنا الشامي ضرا 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 هاني القناق نعم بالله السلام عليكم كنقول الدريوريا علاش الى قسي مع واحد اخر يوريونا هاد الشفره هذا هكذا عندك انت الصواريخ صباح في الكارثه شو انا منين هربت هربت من الكارثه اش غادي يكون باشني غير وقع نهار سمي حالاتي نيشان والدار طاق 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 السلام عليكم ريحة الشراب ما قالت لعبت عليه السكران شنو خصك طاق طاق ندخل غير النوم سال الوالدة الناس يا دخل بحالك قالت لي تاكل طال ما فيا ما ياكل الوالد العادة راكم عارف في القرية ديال الكشام حطيت على تاوي تليفيزا بقيت كاس كنت في الرصة كنشرب مويا جاني الناس شهد نومست نومست طلع غدا شي 11 نقول لك ولا 10 ولا 12 ولا السبت صار هاك السبت حنا سكرنا الجمعة والسبت هذاك صاحي المهم 8 صعب علي مصاريف عندك الميس زدت صوت السيطرة ديال اللبان بقيت كنتذكر البارح فين مشيت وشني كدا وشني كدا وشني كدا وفين مشيت وفين خليت الاخر وهادي وهادي فهمتي وداك الدري مسكين اللي كيخدم التصنيعه ها هو واجه فاخر وفاخر كري ومشى لماحات واش خدم واش ما خدمش المهم تنجح فين اخا يكون زي كيصبح تسيب لي خير لاباس قلت له انت كيصبح تسيب لي خير لاباس واش عقلتي ولا قال لي راه قالوا لي وصلتيني انت اخا يا عايز اختك غسلتي لي وجهي خوتي عليا المويه ها وهادي واش وليتي عند صحابنا كملتي قلت له انا ما وليتش اخا ما مشيتش وشتي ديك الجلسه قلت له عرفتها ما غاتكملش بالخير وغاتجيك الخبر عقل عليا قلت له ما جاتش كلمه كان شوقات كارثه في ما شوفني مسقى عليا حيت علاش عيطت هذا الدري اللي كنت محباس ومسمار ملي هضر مع هذيك الهضره ديالو كيف هاد الديسك هادي دار في ديك الشوفه ديالك عرفت الشوفه ديال عيني ماشي نورمال اليوم تسمع المريض بالحبس وتقول لك واش شارك معاه انت الموسيقى شاركش مع الموسيقى واش كنتي جالس معاه من الاول باش تقول له داك الديسك يقلبوا لك انت جالس تساوي عشير عشيرك تشري ويسكي يا مونادا وجوج ديال الانون ديال الباب نور فضيحه لا لا سلام خير جالس ولي طلعت تغدي تخرج قلت صلاه نمشي نضرب شي دويره في الحومه ديالك صاحبنا حيت صاحبك لا قدامك تقول لك ما غدا تسول عليه كي صباح واش بخير واش كدا واش هادي حيت تا والدي وخوتي يقولو كان مع فلان ما غادي يلحقو نصحك سول الدري وريا مع الدري لي كيعرفوه صاحبي وكيعرفوه سالو ماري ما ماش فلان اه ويلي ما انا كتقلب نتا ما في خبارك شابوزي والله ما في خبارك هذا لك فلان دبر عليا ها دبر عليا فلان درت راسي انا بحال دابا بحال شي حامي كي دبر عليها ياك ما شنو وقع قال واحد الدري وليا راه كان كيشربوا معاه في الجنان ورا واحد فيهم قبل بساله بتصارف بتصارف قال لي حشاله مسكينه في وجهه ضربوا الراس داك القرعه طراق طراق القرن واحد قال لك هرب تلاح مع حدا الواد تلاح في الواد بوخرا هرب شهره غيزه واي شكون كان معاه كنقلق على هذا الدري ولي يقول لك شكون كان معاه هذا كانوا غير ثلاثه بيو الاخر كيشرب بوحدو والاخرين وقيلا جاو بغاو يدابزو معاه ولادي هما زعما بحال انا ما كنتش خصني نعرف القصه تعرف شنو وقع باش نتو كيفاش اخواتي بقى كيسرسل لي قلت لهم دابا فين راه قال لي راه البارح حاسو شنو المخزن جا موراه راه الدواء صح والفضيحة قال لي بقى كيشير على عباد الله ودخل الدار مز واحد السيف وبقى كيشير على البشر الله ما بالي انا كنت نسال معاه قلت له قلت له مسكين اصاحبي ما يساسا وضريه في صاحبنا وهادي وانا عاد جي كنقلب عليه باش ندي يمشي يشرب معايا وانا غير كنثبت وجاي نقول الشهر الاخر راه كان معاه ولادي وصلوها لوالديه خوته ولا وصلوا ديك الضحيه حتى هو يورقوا له بان هذاك راه فلان وفلان مشي ديكلاري بينا شكون ديما جدل ترك 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 نولي للحوم الدري اللي جالس ها الدري ولي خدام كيتصم الله قلت له اجي نقول لك قال لي شنو جريت على القهوه دخلت قلت له شي صاحبنا البارح
اللي طلعنا على البارج وهذه بعد شنو دار شنو ضرب بوزي قلت له قال زين اللي قال له الديسك ما الديسك ما كذا وشاف فيني الشوبه قال لي اه قلت له راه غيزه تكتكم قبل داك الويسكيه دبر راسه مشى جاب الشفره ولا سيف قال لهم الدراري بالكرون حومتهم تروينا مقوده جات البريكاد وداتهم قال لك اخي بوزك ما يجبدنا ثلاثه جبدنا حنايا مشيت للحومه وقلقلت سولت واش كدا شكون كان معاه تا ولاد حومتو قالوا لك كان مع غير ديك الجوج كان داك كيصاوب داك الجوج واش دابزو معاه واش كدا راه نوض الروينه فضيحه با قلت له الشيخ سيد الرجال اللي درت معاه كخلي يسكن على السنا ولادي وكنت كنتقيا وقعت الدم حتى حنا غنضربو حتى حنا كدا كرهنا نصبحو روشيات نمشيو للكراج كي جيتك راه مزيان سعفتيني قال لي فراي اخي بوزي الله يلا تلا رمايج الخويا طار عليا وباس لي راسي قلت له هاد الخطرة خاي ما تبقاش تجي تقلب عليا تقول لي لا نشرب وحيت انا قلت له راني ساليت من الحبس راه كنت جالس مهني جالس ايوا حمد الله وشكره خا ما عندي حتى دريم في جيبي جيتي يلا نمشيو للقمارة نقلبو اخي بوزي باش دبرو باش نسكرو احنا مشينا هاد القمارة احنا دبرنا باش نسكرنا قلت له كبقينا تما صباح جينا عيات ولا توا الملك يفنيه ولا الفقات ليلة مشي حنا السانترا نغراكو هاد المرة متوليش تقول لي اجي نشرب صافي الا بغيتي تكون عند حومتي وصاحبي انا حيدت قلت لهم هاد المشكل من نعتك من كارثة من كدا توا اللي ضربوك حتى انت بزاف د الحوايج توا العائلة وخدام على راسك انا كنقولها لك قلت لهم سمعت فيهم شي تبيحات بقيت كنقولها ويلي استغفر الله العظيم شو المضريقات كي كيتصلوا شو بنادم كتسالي من الحبس كتسالي من الكحله كتسالي من الكوارث كان سمعني بصح كنقول لكم راه بلا كيتسلط على بنادم كيقول لي بنادم لا وانت جالس اخوتي جالس بقهوه كضحك مع الدريوري كتصرج في التلفزه ولا كنا بربر الله وربي اللي عالم بك وما حامش وليت مشي للكراج حيت الكراج ما بقاش دوزنا لي دوزنا خلينا ما دوز وثابت جالس الحمد لله وشكرا شوف جي مضريقات تلا عندك يقلبوا عليك شو معمل الله قاني شوف اني نسكسنا نصبنا شو الكارثة كي وقعت وشبتو كيفاش اخوتي دري ها هو الداوي شلها صاب راجل ما جبدني لا انا حيث هو ما كيعرفوش كان بحال دابا شي واحد اللي قطيعوني ولادي ولا تا هو شربتي ها قادوي ولا شوف غير الزنق موقاز داك البيجي يقول ما حباسه وكان معايا بوزي وكان معايا واحد صاحبه مش كون كيعرفو قال بوزي راه مجرم كان مجرم وشبعان حبسو ولا عاوتاني هاتم هو هادي المول المعلم عزيز المعلم عزيز ما ضارب ما جارح ما قاتل ما والو يصدق مكتب مالنا ما مالنا شي ضربتي فلان تحاميتو فيه كتولي الحمية وكتولي بزاف د الحوايج تكوين عصابة هادي نمشي نضرب الكراج نمشي كنطلع من الاول الجنايات حيت داك الضرب اللي دار له داك الشيء غريب عرفتي الضرب القرع عند الشاب انا في طمقومو وعطينا القناك الاخر داك صاحبو الصوت هرب انا ما حضرتش انا شميتو شميتو راه يقدر راه يضرب علاش مريض بالحبس ساكوتي ما كيتعداش على ولكنني سي هذاك الشناقه ما تسرطاش لا صرطاش يسرط حومه هو وما يتسرطش جايه فيه وجايه فيه ومخضور وكذا ومضروب محامين في الدريبيه ما كيتسيقش سي غير صحابو اللي خرج الحومه ولا نعرفني عند الخايف يصور معايا خا يجيب هكا ويدير هكا يقنص له سامح ومصار الرجال هو رد بالكم عليه وندير الطرق ومشي بحال وشو بنادم كيكون مهني اخوتي مهني مهني صافي حليل وهاد الكارثة هادي راه تا ساليت من الحبس تا ساليت من السرقة ساليت من الضرب وجه ساليت من الحشيش ساليت من بزاف د الحوايج وليت غير لعبت غير مربى يدي تا داك الميسات اللي كانو كنضرب وليت قليل قلت داك الشي راه غير خوا الخاوي ينفاني تول نوليو نمشيو للحبس تول نوليو نغراق وتول بزاف د الحوايج انا اللي كنت كنهرب منو كنت غنطيح فيه شفت اخوتي شوفوا السبب د هادشي شنو هو السبب د هادشي شنو هو السبب د هادشي هو الاول مضريقات بحال هذاك اللي جاي لعندي على القهوه
مي جيت عندي القهوه تاع تاعي وانا بعرفني بايطاليا مدمر جبت شي 1000 ريال لي بوزي بغيت القهوه لا تمشي شي بغيصه لا تمشي تساره ماشي انت عندك الفلوس وتبني لي ميس نقمر الفلوس ونجي نسكرو بيها ونصبر على روشي اشياء جالس هنا يا الله هذا شوفي الخير وصلك بنادم وزياده على هذا الشيء تقلط العقل نشاف كابوزي ضرب الحبس وكبرتي غير في الحبس علاش غتمشي مالك من ضرب لا كراج لا والو وعلاش غتمشي كاع تجلس معاه في الميسه ولا تمشي معاه تسكر معاه ولا دير معاه هاد الكارثه علاش تولي انت مع والديه قبيح كتولي عطيش علاش وانت ضرب الحبس وندير الشراب وهادي وهادي انت اللي جريتي لي ولدي يمشي معاك يجلس معاك يسكر معاك كدا كتولي انت بحال مع والديك انت كدا وليتي قبيح معاهم واخا هو هو اللي جمهورك اصاحبي جمهورك القهيوه ودي وانت جالس ويديك المهلكه علاش تاع عند مخزن باش والديه انا عندي عده صوابق عجليه مجرم كنضرب كنصراب كدا كنسكونت داك الشيء ولا بلي دابا ساليت اش داك غيقول لك تمشي معاه ضاع معاك الحبس لا ودحومت ودحومت ولكن ودحومتك مره شحال ما تمشيش معاه انت اللي زطمتي وشتي خدم غيقول والدي انا هو خدام ومخلص نهار الخميس والجمعه صباح مزيان راه داب بوزي راه كلا رزقه هو اللي سكر هو اللي دار هو اللي هو اللي خاي هو اللي دار ديك الكارثه راه شمسو كيفاش دابا هادي لا ونص ديال هاد القصه هادي كتكون هان راه شحال من واحد شحال من واحد شي غراق كيكون هان كيجي واحد اخر كيديه كيدبر عليه في كارثه كحلا هاك يديه يغرقو يديه يسكرو ويكون كيداز مع واحد اخر وما عارفش يجي لاخر عاد كتجي العصابه كتجي الروينه كيبقى لاخر مسكين مع كيشوف راسو عباس ومصمم كيفاش يتبزدا تاو كاين شي خاويه وشي لعيبه كيبقى يشير ضرب ولا ضرب مشاو الاخرين كيعرفو ضرب الحبسه فلان اه فلان وجاب عصابه كتولي انت كنتي جالس هاني السباب كنتي مدمر معاك الاخر اللي غادي تشرب هادي صدقتي ضارب ولا مضروب ولا هادي وكتمشي للحبس علاش كتمشي للحبس حيت عندك عده صوابق صوابق كيتحسبوا ولا بنا راك مسالي ساليتي وعلاش غادي تجلس مع هادوك علاش مشيتي لهاد واش غنصد بالقيس مع من شتك مع من شبهتك ها الواحد اللي كتمو غير دازي هذا كيرجل مساخيط هذا كيكريسي وغادي معاهم واحد ما كيكسرق ما والو ودعائله كتولي تدور عليه الهضره في الحومه فلان اولا كيمشي مع فلان وفلان وايليك ما تا هو كيبراكي وايليك ما تا هو روسي واي ومسكين غير جاب تاتوا مغي الطريق السلطه وعلي كيتعاود معاهم حشومه حيت ولاد حومته ولا ما هضرش معاهم تولى مزدي ولا هذا كيقول انا سبنا من القصير ديال الطريق ونولي ندير بق بق انا ما حسبتهاش ما صرفتهاش باش نتو كيفاش وهذه هي قويصه خوتي ديال بنادم جالس هاني مهني كنغيطيح فغيسا تلعنق باش نتو كيفاش سمعت ولاد الجريمه بنات الجريمه امام ابوني اسمع خو بوزي دخل ابونا بلا ما تنساو التغميسات غمسو غمسو كومونتير الزونه القبيح ما عندناش المشكل باش تجي معاه مع قلت لك راسكم من الفراجه كومبوزي هو مشى قبل ما نختمو ديما كنقولها لكم لي مريض دعيو معاه الله يجعل ربي يشافيه واللي في الحبس دعيو معاه الله يجعل ربي يطلق سراحه ويفاجئ عليه تحياتي لكم وراني كنبغيكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.